أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ماذا يفعل من قال عن امرأة إن أمها فاجرة أي داعرة، قالها خطأ ولم يقصد، حيث اشتبه عليه هذه المرأة مع مرأة أخرى وقعت في الفاحشة؟ هذا تسرع ولا يجوز له الكلام، هذا لا يجوز له. ولو طالبت المرأة ما يقبل منها إنه يقول أنا ما قصدتها وأنا نسيت، أو ما يقبل منها هذا، فالأمر خطير جدا. نعم.